السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في برنامج أنا مبرمج المحترف. إن شاء الله دي في الحلقة الثامنة عشر أو يعني الحلقة 18. هنتعلم في برمجة قواعد بيانات، هنستخدم الأدو دوت نت. الأدو دوت نت طبعا احنا بنتكلم عنه عبارة عن كلاسات، في SQL كونكشن، في SQL كونكشن، وفي كوماند وريدر وأدابتور، في حاجات كتيرة جدا. كل ده متعلقة بقراءة بيانات من الخادم أو الاتصال من الخادم وغيرها. هنعمل شرح بسيط كده على السبورة، وهنعمل تيست يعني ازاي نعمل نستخدم جمل انسيرت. يعني طبعا في الدرس اللي فات ده 17 استخدمنا جملة جمل اللي هي الانسيرت وديليت، انسيرت وديليت وابديت في الاس كيو ال، برضه نفس الاستخدام الاس كيو ال. انا عايز اقولكم حاجه كده، مقدمه كده صغيره او حاجه بسيطه. الكوماند انا عشان اتصل بقاعده البيانات في الانترنت، انا اسف، عشان اتصل بقاعده البيانات في السيرفر من خلال الابلكيشن بتاعي بستخدم كلاس اسمها اس كول كونكشن. طب انا عايز اتصل ليه؟ انا محدد الهدف بتاعي الاول، الهدف بتاعي الاساسي. الهدف بتاعي الاساسي ان انا احفظ بيانات، احفظ بيانات من خلال كلاس اسمها اس كول كونكشن، اس كول كوماند. انا اسف، الاس كول كوماند دي عشان تسمح لك انك تستخدم جمله الاس كول، جمل الاس كول سواء انسيرت او ديليت او ابديت، لازم تستخدم معاك كلاس ثانيه اسمها اس كول كونكشن. كان واضح؟ هنوضح الحاجات دي اكتر على سبوره. طبعا الكلاس اهم الاثنين كلاسين، الكلاس اس كول كونكشن واس كول كوماند، الاثنين دول بيخليك تقدر تعمل انسيرت وديليت وانسيرت وديليت وغيره. الاس كول كونكشن ده ليها بروبرتيز، اهم خصائص بتاعت بروبرتيز بتاعتها اسمها ايه؟ كونكشن سترينج. الكونكشن سترينج دي عباره عن سلسله الاتصال، سلسله الاتصال دي عباره عن ايه؟ عباره عن معلومات عن الخادم اللي هتصل بيه، هي سواء يوزر نيم وباسورد وغيرها. دي اهم حاجه عرفناها، ايه اهم حاجه، اهم خصائص الاس كول كونكشن، حاجه اسمها كونكشن سترينج. طب الاس كول كوماند اهم خصائص بتاعت الاس كول كوماند، عندنا حاجه اسمها كوماند تكست، عندنا فيها كوماند برامترز، ايه تاني؟ دي اهم، دي اهم حاجات فيها. الكوماند تايب ممكن اختار الكوماند بروسيجر، استدعي البروسيجر من خلال الداتا بيس وغيرها. هنوضح الكلام ده طبعا اكتر من خلال ايه؟ حاجه كده هنعملها على السبوره كده عندنا على الكمبيوتر، سبوره كده مؤقته كده في لذيذ، ويا ريت ما حدش يزهق ولا يجيله ملل ولا اي حاجه. ماشي؟ لان درس جميل جدا ممتع ومستفيد، ويا رب يكون الصوت والصوره واضحين. واحنا تحت امركم، اي سؤال واي حاجه ابعتوا لنا على الايميل. خلي بالكم احنا بندي كورسات في فيجوال بيز دوت نت لمدرسين حاسبالي، بندي كورسات في سي شارب، بندي كورسات في مايا، بندي كورسات في الهندسه المعماريه، بندي كورسات ايه تاني انا نسيت، في الاندرويد وبايثون، ونعمل برمجه الالعاب باستخدام مايا، حاجات تانيه كتير قوي يعني هتستمتعوا. يلا بينا تعالى نشوف بس. هذا برنامج برعايه شركه دي بي سوفت سولوشنز، www.dbsoft-eg.com. معاكم طبعا سوفت وير بروجكت مانجر محمد فايد محمد. يلا بينا تعالى نشوف الدرس. دلوقتي حالا هنبدا نشرح جزء بسيط كده نظري، تمام؟ قبل ما نخش نبدا عملي، مش هطول عليكم. هنطلع القلم بتاعنا نشرح الفرق. معلومات هناخد، معلومات هنشرح وهنقول معلومات عن الاس كول كونكشن واس كول كوماند. هطلع طبعا ايه الاداه بتاعت التولز بتاعتي دي، اختار هودي ايه ازرق كويس، هكتب كده مثلا اس كيو ال كونكشن كوماند، اسف، تمام. وطبعا واكتب هنا بص اوكي، واكتب هنا برضو الاس كيو ال كونكشن. طبعا دي معلومات بسيطه جدا، خليها كده احطها كده فوق الفيديو ده كده. هختار القلم بتاعي طبعا اي لون،
الاس كيو ال كوماند، شايفين اس كيو ال كوماند ليها بروبرتيز، دي وظيفتها ايه؟ اهم حاجه اعرفها من وظائف الاس كيو ال كوماند للكلاس دي. بص وظائفها حاجه اسمها كوماند تكست، في حاجه اسمها عندي كوماند تكست عباره عن اختصار سي تي، تمام؟ دي بكتب فيها جمل بتاعت ايه؟ الاس كيو ال اللي هي انسيرت وديليت وابديت والكلام ده كله. الاس كيو ال كوماند دي ليها كونكشن، ليها اتصال لازم اتصل بيه، فبالتالي لازم اعمل كلاس اسمها اس كيو ال كونكشن، فلازم ايه يتصل بيه، تمام؟ انا عايز اقول لكم كده ايه ده الاس كيو ال كوماند، شرح بسيط جدا. الاس كيو ال كوماند اللي ايه بيعمل اتصال مع، اسف، الاس كيو ال كوماند اللي بينفذ اوامر، دي وظيفته تنفيذ اوامر، تنفيذ اوامر اللي هي الاس كيو ال سواء انسيرت او ديليت او ابديت. الاس كيو ال كونكشن ده عباره عن ايه بقى؟ ده كلاس اتصال مع قاعده بيانات، اتصال ليها بروبرتيز اسمها كونكشن سترنج. الكونكشن سترنج دي انا عايز اقول لكم حاجه بسيطه كده، ده ايه؟ السيرفر بتاعي، ده داتا بيز موجود ايه في السيرفر بتاعي، بص عليها كده على ايدي على اليمين كده، ده اتصال بيه عشان اتصل السيرفر بتاعي ده مش ليه يوزر نيم، ليه يوزر نيم وليه باسورد وليه داتا بيز نيم وليه برضو داتا بيز نيم وليه سيرفر نيم، تمام؟ يعني دي كلها معلومات عن اتصال، دي بقى وظيفه كلاس اس كيو ال كونكشن، بتغذيها بمعلومات عن اتصال بالسيرفر ده عشان الاس كيو ال كوماند ده يبقى ينفذ اوامر لمين بقى؟ للسيرفر ده. طبعا هنعمل ايه؟ هنعمل اختصار، نعمل شرح بسيط جدا بكل اختصار على ايه؟ بالكلاس على طريق السي شارب. طبعا تعالى بينا نشوف الدرس ده. ابلكيشن ده عملنا كده ابلكيشن بسيط، هنعمل مثلا مشروع هيسجل فيه، مشروع هيطلب مستخدم داخل فيه بياناته، الاسم والباسورد والايج مثلا، هنعمل قاعدة بيانات فيها جدول، فيها طبعا معلومات عن الحاجات دي، هيفتح طبعا السيكوال بتاعنا. على فكرة ده تكست بوكس سميناه على اسمه نيم، يعني ايه؟ يعني المفروض اسمه تكست بوكس 1، لا انا سميته نيم بس، وده باسورد سميتها باسورد بي دبليو. نفتح سيكوال، هنعمل ايه؟ هنعمل قاعدة بيانات فيها فيلدز بنفس اسماء ايه الداتا دي، عشان لما نيجي ندخل بيانات ما بيكونش فيه صعوبة في التعليم. طبعا انتوا عارفين لازم تكونوا شفتوا الليفل الثاني ده كله كامل، خدتوا فكره عن ويندوز ابلكيشن عشان تعرف تشتغل داتا بيز. هنعمل كده اتصال، عملنا اتصال مع قاعده بيانات اهو، عندنا الجدول بتاعنا اسمه ماي دي بي 1، فيها جدول او ما فيهاش جدول، هنعمل فيها جدول. عملت كليك يمين، اخترت اعمل طبعا الفيلد بتاعي، لازم اعمل واحد اي دي، تاني واحدة اسمها ايه؟ يو ان، اختار بس الاسماء زيها عشان تبقى زيها بالظبط، انا محتاجها زيها بالظبط عشان لما اجي ابدا اشتغل برمجة ما يبقاش يكون عندي ايه في اي صعوبة. خلي مثلا نيم واخد بي دبليو الباسورد. لسه هنشرح دلوقتي عن السكيول كونكشن والسكيول كوماند قبل ما نبدا في البرمجه طبعا، ونعمل تيست كونكشن. هو نخليها دي مثلا انتجر، يعني رقم صحيح، وطبعا الحاجات دي كلها ايه باقي كل الحاجات دي خليها ان باراكتر. ممكن دولت ريال ودولت ريال. الفرق بين انتجر وريال، الريال تحمل ارقام صحيحه و ارقام صحيحه وكسور، انتجر رقم صحيح فقط. طبعا ده قلنا نخليه انفستيجيشن يس، هسميه مثلا سيبه، هسميه ايه تي بي 1، اجعل الابلكيشن بتاعي. بس قبل ما نبدا البرمجه خلينا ايه نجرب حاجه كده، الاس كيو ال كونكشن.
قلنا الاس كيو ال كونكشن من ضمن الخصائص فيه وظيفته اللي يعمل اتصال مع قاعده بيانات. انا هكتب كده اعمل تيست، اقول مثلا اس كيو ال، هو طبعا مش هتلاقيها موجوده عندي، لازم استدعي النيم سبيس بتاعه. اقول هنا يوزنج سيستم دوت داتا دوت اس كيو ال ايه كلاينت، اروح عند الزرار بتاعي اقول اس كيو ال كونكشن سي او ان ان ايكوال نيو اس كيو ال كونكشن ده بلس. بس مش احنا عاملين الكلاس ده، دي شركات اما شركات اما مايكروسوفت. اهم خصائص بتاعته سي او ال ان دوت كونكشن سترينج يساوي دي ايه، حتى المفروض اكتب هنا معلومات عن الاتصال بتاعي، معلومات عن الاتصال بالمكنه بتاعتي. هجيب معلومات دي ازاي؟ الاسمين بروفايدر، حاجه بسيطه جدا. انا ممكن اطلع اعمل كونكشن جديد هنا، اقول مثلا دوت اسم السيرفر بتاعي، اليوزر الاساسي، الباسورد، تيست كونكشن هو 1 2 3 4، واخد مثلا ايه الجدول اللي احنا لسه عاملينه من شويه، في جدول اسمه ماي دي بي 1 تظهر دلوقتي اهي. في البروبرتيز بتاعتها اختار حاجه اسمها كونكشن سترينج، اجي لو جيت اوسعها كده حاجه اسمها كونكشن سترينج. انت ممكن تكتبه لو حافظها، لو مش حافظها ممكن تجيبها من الموقع او ممكن تاخدها من هنا. الباسورد ايه؟ 1 2 3 4. كونكشن سترينج بيقول لك داتا سورس هي السيرفر بتاعك، يعني على السيرفر اسم السيرفر بتاعك دوت ام اي بي. هو طبعا شرحنا الكلام ده يعني اي بي، واما يكون اي بي وظيفته ايه. انتشر الكتالوج، انتشر كتالوج اسف، انتشر كتالوج اللي هي ايه اسم قاعده بيانات اسمها ماي دي بي 1. اليوزر اي دي اللي هو اسمه ايه، هو بتاع اللوجن اس اي، الباسورد 1 2 3. دي كلها معلومات عن اتصال، من معلومات عن اتصال بالسيرفر. محتاج افتح الاتصال بتاعي عشان انفذ الكوماند، لازم افتح الاتصال بتاعي اقول سي او ان ان دوت اوبن، وطبعا لو اتصال صحيح هيبدا ايه ينفذ الاوامر. بس احنا بنعمل تيست دلوقتي على اس كيو ال كونكشن. اقول هنا طلع المسج بوكس، المسج بوكس بتشو اوكي مثلا. طبعا لو في ايرور هيقول لك ايه، طلع لي قول لي ايه هو الايرور ده. قلنا ان اي اكس مثلا دوت مسج، بس كده. تخيل مثلا لو السيرفر ده مش دوت ده، طبعا ما عنديش سيرفر بالمنظر ده، تعالى شوف هيدي لك الايرور شكله عامل ازاي، او تعالى شوف نص الايرور ازاي. انا دوست على ايه سيف اهو، انا لسه طبعا ما عملتش، ما استخدمتش اس كيو ال كوماند عشان انفذليش الاوامر اس كيو ال. انا برضه لسه بستخدم اس كيو ال كونكشن بس عشان يعمل اتصال مع قاعده بيانات فقط لا غير. جات لي رساله بتاعت ايرور، لو تقرا التفاصيل بتاعتها تقول لك مفيش خادم باسم ده. هرجعها تاني اهو، تعالى بقى انتشر الكتالوج مثلا، هزود على اسمي كده. طبعا اللي ما عنديش طبعا قاعده بيانات باسم ده، تعالى بقى شوف بقى الايرور اللي هيجي لك. بقول لك مش قادر يفتح قاعده البيانات دي، لان طبعا ما عملناش قاعده البيانات دي، هو الاوامر اللي بيعملها هنا بيفتح قاعده بيانات بس مش قادر يفتحها. تخيل عملت يوزر نيم او باسورد غلط، تعالى شوف هنا يقول لك ايه. بيقول لك اللوجن فيلد. طب شيل الحاجات دي كلها كده صح. تعالى بقى لما يجي يدوس سيف هيقول لك اوكي، يعني معنى كده ايه الاتصال بتاعك هنا. الاس كيو ال كوماند على فكره الاس الاس طالما احنا هنستخدم الاس كيو ال كونكشن ده في اكتر مهام، يعني ممكن نحطه فوق على مستوى البلس بتاعي، ممكن نحطه هنا كده بس كده. والكونكشن سترنج دي ممكن نحطها ايه في بيج لود، في بيج لود مش اكتر. يعني اروح مثلا ايه او عند المشيب بتاعي هنا او بيج لود طيب. تمام. تعالى بقى عند زرار سيف، انا هستخدم ايه ال اس كيو ال كوماند لتنفيذ اوامر اللي هي اس الجمل بتاعت ايه الاس كيو ال، اللي هي ايه انسيرت وديليت وابديت وكده. يعني اس كيو ال كوماند سي ام دي
equal new SQL command. CMD dot connection بيساوي ايه؟ اهو انا عايز اتصل بقاعدة بيانات، في المدى اللي احط المتغير بتاع القاعدة بيانات اسمه ايه؟ CONN. بعد كده اقول له CMD dot command text command text ماشي بيساوي يا اما insert يا اما delete. انا عايز احفظ بيانات صح؟ فاقول ايه؟ insert enter. لو عايز اعمل update اقول update وير كذا ماشي؟ اهو insert enter احفظ في الجدول بتاعك. تعالى نفتح كده الجدول بتاعنا هنا اهو insert enter. اسم الجدول بتاعنا ايه؟ tb1. الحقول دي values القيم دي اهو عندي مثلا النيم اهو وعندي الباسورد اللي اختصار بي دبليو وعندي الايدج ولا ايه العمر. هنا اديها برامتر ات واحد دي بترمز للنيم وات اتنين دي بترمز للبي دبليو وات تلاته دي بترمز للايدج. انا ممكن اقول سي ام دي دوت برامتر. انا مش عايزكم تعلموا الطريقه دي سي ام دي دوت برامتر بس هكتبها لكم دوت كلير. ممكن اقول سي ام دي دوت برامتر دوت اد ماشي اقول اس كول طيب دوت مثلا انفرتر دوت فاليو بيساوي مثلا ايه اللي هو النيم ده الموجود عندنا ايه دوت اس. بس انا مش عايزكم طبعا تتعلموا الطريقه دي، في طريقه اظرف منها. انا ممكن احتاج هنا هقول هنا مثلا ليست اس كيو ال برامترز تمام هسميها مثلا بي ار ايكوال نيو اس كيو ال برامتر. هعمل لسته واحط فيها برامترات عندي ممكن استخدمها في مشاريع كتيره جدا. بس امشوا بطريقه متقدمه جدا سهله في التعليم وخاليه من اخطاء وخاليه من اي مشاكل. هنا ممكن اقول له سي ام دي. بص بقى الطريقه دي هنا اهو ممكن انا اقول له ايه بقى سي ام دي او ممكن اقول له بي ار اس بي ار دوت اد بي ار اللي هي المصفوفه. اقول له مثلا نيو اس كيو البرامتر وهنا طبعا ايه هقول له البرامتر بتاعي ات واحد وهنا اقول له ايه النيم بتاعي دوت تكست. اخد البرامتر والفاليو بتاعها تمام. هكررها مره ثانيه اهو بتاعت بي دبليو اخليها ايه اثنين. بس خلي بالك بقى بتاعت بي دبليو هنا اقول مثلا دبل عشان طبعا اقول دبل بص عشان النوع البيانات بتاعتها ريال اقول دبل دوت بارس اللي هي ايه بي دبليو واقول برضو الايدج كذلك الامر دي برضو البرامتر التالت. وهنا اقول مثلا سي ام دي دوت برامتر دوت اد عندي حاجه اسمها اد رينج واكتب هنا بي ار دوت تو اري تمام وقت القوس بتاعي. وما تنساش هنا تكتب ايه هفتح الاتصال بتاعي من هنا اقول سي ام دي دوت اكسيوت نون كويري واقول هنا ايه سي او ان ان دوت ايه دوت كلوز. طيب برافو تعالى كده نجرب. هتكتب مثلا اي مثلا لاف ايجيبت اي لاف يو اي حاجه باسورد اي حاجه الباسورد مثلا واحد الايج اي حاجه جات لك اوكي. شوف بقى هنا طبعا الحاجات دي كنا بندخلها قبل كده. اخر حاجه الفيلد اهو اي لاف يو مثلا الباسورد بتاعك ايه واحد. طبعا ده مش اي لاف ده برنامج ده يعني ده احنا بنعمل تيست يعني. انا ممكن اعمل حاجه كمان جميله جدا اخد كل ده قط واحطها في ميثود اقول مثلا كده الميثود بتاعتي void مثلا سيف تمام هندوس على ايه ممكن احط هنا string str
واخد الكلمتين دول تحطهم جوه ايه سترينج ايه اس تي ار. طبعا دي طريقه جامده جدا عشان ما اكررش الكلام ده تاني وانا بعمل وانا بستخدمها في الابديت. سيف اهو، هياخد البرامتر ده. هي تعتبر ايه يعتبر ايه نفس الحكايه، بس في حاجه كده نسيت اقول لكم، لسه كاتبها دلوقتي حالا. بي ار دوت كلير دي ما كنتش كاتبها، بس كانت بدات اكتبها. بي ار دوت كلير ليه لازم امسح البرامتر؟ بس انا فجاه بوقف الفيديو وبعمل مونتاج وكده يعني، وبعيد تاني يعني، كلنا بنغلط وبننسى. قام كتبت هنا ايه بي ار دوت كلير، ليه ببدا امسح البرامتر بتاعي. اوكي، زي سوري، بمسح الليست نفسه، وانا بدي اس ام جي دوت برامتر دوت كلير لازم امسح البرامتر. بس هي دي الطريقه بتاعتك. خلي بالك انا لسه ما كملتش الكلام ده كله برضه. انا هاخد كل ده كده قط بس واحطهم فوق هنا، تمام؟ يبقى انت كده ايه، انسى بقى ان انت عندك فانكشن دي ممكن تحطها جوه كلاس كمان. يبقى انت شغلك كله ايه على المنطقه دي كده بس. جرب كده مثلا، اكتب اي حاجه، سيف ازاي. ممكن تاخد الكلام ده كده كله التاني كوبي وتحطه في ايه، في الايديت اهو. ما قالش لا، اقول انسرت، او ممكن اقول ابديت. ابديت ايه الجدول ده، ماشي. ست كبر، انا اسف، لو نسيت اعمل الخط. ست النيم، انا عايز اعمل تعديل في النيم. ست النيم بتساوي ات واحد، النيم بتساوي نيم وير تبع، ماشي. وقولوا لنا ايه، انا طبعا مش محتاج ده، كل ده ات واحد. وير الايدج بتساوي ات 2 مثلا، بأمارة ان عندك ايدج بتساوي ات 2. انا عندي شوف اي واحدة الايدج بتاعتك كام في السيكوال، يعني مثلا عندي الايدج بتاعت 55، انا ايه انا هعمل ابديت في ده، هعمل ابديت في الاسم بدل ما اقرب له مثلا، اخلي اقرب له اي حاجة. اهو غير الاسم نفسه، مش شرط يعني اقرب له مثلا اي حاجة. اهو الايدج مثلا ايه، انا عندي افتح كده ايدج كان 55، ايه ده؟ تعال بقى اشوف لو في خطأ، يقول لي خطأ ايه؟ خلي بالك بقى، يعني بقول لك ايه؟ input string was not format. خلي بالك عشان ال بي دبليو، البي دبليو قلت له ايه ايه ايه؟ word age underscore بتساوي 2، 2 دي بتاخد من بي دبليو، بقول لك المفروض ده age دي بتاخد من age مش بي دبليو. تعالى كده بقى، الايدج هي 55، حط هنا الباسورد اي حاجه، 1 2 3 4 5. ما جبتش امر كمان الابديت للباسورد، النيم بس اهو، عملوا ابديت. تعالى بقى بص على هنا كده، اللاف يو دي اتغيرت اللاف يو بدل يعني. ده كده اديتك مثال سيمبل للابديت. تعالى بقى شوف المثال ده كمان برضه للايه، للديليت. نفس الحكايه، ممكن اقول ديليت فروم الجدول ده، ماشي. وير برضه نفس الحكايه، وير الايدج بيساوي 2. تعالى ان الريكورد اللي عايز تمسحه مثلا، امسح مثلا 55 هو ده اهو. تعالى نشغله هنا، لو عندك ايدج مثلا اكتب 55. اوكي كده مسح. تعالى ارجع هنا واعمل اكسيوت اللي هي 55، مش هتلاقي الحرف اللي هو اسمه ايه. كده خلصنا شرح هذا الدرس. ما تنسوش تتبرعوا لمستشفى سرطان الاطفال ومستشفى الدكتور مرجع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.